وللحديث عن واقع المخيمات في العراق وإصرار وزارة الهجرة والمهاجرين على إعادة النازحين في وقت يستمر فيه الدمار في العديد من المحافظات المنكوبة، ينضم إلينا من فيينا عبر الهاتف أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري. حياكم الله أستاذ ضياء. حياكم الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ ضياء، برأيك لماذا تصر وزيرة الهجرة والمهاجرين على استئناف عمليات إعادة النازحين قسريا لمدنهم المدمرة رغم رفض منظمات دولية لهذا الإجراء؟ يعني هل يراد به تسجيل إنجاز وهمي لربما كما يصفه البعض؟ حقيقة هو لا اعتراض على المنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني بإعادة النازحين إلى مناطقهم، ولكن بأصول وبترتيبات أخرى، ليست إعادتهم بهذه الصيغة، يعني اللي أنا ممكن أسميها الصيغة الوحشية، لأنه لا توجد في مساكنهم أو في المناطق التي نزحوا منها المهدمة. وحقيقة الأمر عليها أن تبحث شنو سبب هجرة هذه الناس، المجموعة البشرية الكبيرة من العراقيين، من هذه المناطق إلى مناطق المخيمات. المخيمات ليس هي يعني بكامل المواصفات الصحية والاجتماعية حتى يتمكن المواطن العيش فيها، وحتى العوائل حقيقة هي تتكلم بموضوع. وأنا مستغرب يعني من الحكومة العراقية الجديدة تبدأ في مشروع والمشروع غير مدروس وغير دقة في هذا المشروع. مع الأسف الحكومة العراقية لا تتبنى عودة اللاجئين بصيغة شرعية، وهذه الصيغة الشرعية يمكن أن تثبت للناس أجمع، وحتى هو المتضررين، هو أهم شيء، المتضررين الموجودين في هذه المناطق يقبلون بهذه العملية الإقصائية بالعودة القسرية إلى مناطقهم، والمناطق غير مؤهلة للتقبل. نعم. لكن يعني فعليا هل تملك وزيرة الهجرة والمهاجرين إيفان فائق القدرة على طرد الميليشيات التي تحتل عدة مناطق في العراق وتمنع عودة سكانها إليها كجرف الصخر والعويسات ويثرب وعزيز بلد وسنجار كما تعلم؟ حقيقة هي يعني هذه التقسيم الوزاري اللي أصار في الآونة الأخيرة هو تقسيم موزع على الكتل السياسية التي تحكم العراق، وهذه الكتل السياسية هي جزء من عندها، والجزء الأكبر الموجود في الحكومة العراقية هم الميليشيات. يعني هي قاعد تتكلم باسم الميليشيات. يعني ما معقول يعني شخص يجي يتكلم باسم الميليشيات ويريد ينقذ الشعب العراقي أو سكنة المخيمات من هذه المحنة التي تدور بينهم. المحنة عليها أن تدرس الموضوع وتؤهل المناطق السكنية التي نزحوا من عندها المواطنين إلى المخيمات، وهذا لم يجرى لا في الموصل ولا في الرمادي ولا حتى في سنجار والمناطق الأخرى الموجودة. عليها أن تبحث كيف ممكن تهيئة المناطق للسكن والعيش الكريم في هذه المناطق. يعني أستاذ ضياء، ألا تراها مفارقة غريبة أن يجري تعيين وزيرة تتهم بأنها تتبع لميليشيا بابليون المدرج زعيمها على قائمة الإرهاب بسبب انتهاكات ضد الإنسانية في هذا المنصب بالذات كوزيرة للهجرة والمهاجرين؟ ما هي وضعية الحكومة العراقية من 2003 ولحد هذه اللحظة؟ من هو الأتى المؤهل أن يقوم كوزارة أو كمؤسسات عراقية موجودة لخدمة الناس؟ هذه التوزيع المناطق في العراق على أساس الحصص والحصص الطائفية والحصص على أساس الكتل السياسية، ليش الكتل السياسية وإنما القوة اللي هي تحكم بقوة السلاح، وهي أدت من قبل الميليشيات وتنفذ مشروع الميليشيات وليس مشروعا سياسيا اجتماعيا إنساني. هذا المشروع لم تقم به أبدا، لأنه لم تدرس هذا الموضوع دراسة كاملة من أجل إنقاذ هذه المجموعة البشرية الكبيرة من العراقيين. ولكن ماذا عن دور الأمم المتحدة ومنظماتها المفترض أنها داعمة للنازحين، خاصة بعد قطع
المساعدات عنهم، يعني إلى أي مدى يشكل ذلك عامل ضغط لربما عليهم؟ حقيقة دعم المنظمات والمجتمع الدولي للمؤسسات للمخيمات قطع المساعدات، لأنه يتعلم وخير ما يعلم من هو الموجود على الساحة، قصد المؤسسات الحكومية الغير حكومية ومنظمات المجتمع المدني هي التي رأت أنه هذه المساعدة لا تأتي إلى المتضررين وإنما تروح لمنفعة الميليشيات والناس السياسيين الموجودين لنهب هذه الخيارات لمصالحهم الخاصة. هذا هو سبب مهم من امتناع هذه المؤسسات من دعم الحكومة العراقية بهذا الموقف. أيضا أستاذ ضياء، يعني لماذا يراد استمرار هذا التناقض في ملف النازحين، إعادة قسرية من جهة ومنع العودة من جهة أخرى، يعني كيف تفسر ما يجري؟ حقيقة هي هذه مناورات سياسية متناحر عليها لضغط سياسي، لضغط على بعض المؤسسات، لضغط على بعض التيارات الموجودة في العراق، وهو موضوع مقايضة. يعني لحد الآن الموضوع المقايضة بالنسبة للسجناء الموجودين في السجون العراقية لا تختلف عن هذه الحالة. الحالة هي مقايضة، يعني مسائل ربح وخسار، هذه هم الذي ينظر إلى الميليشيات كيف يكسب من هذا الموقف ومن تلك الموقف ماديا وموقف سياسيا أيضا، حتى يتسلطون، حتى يأخذون مناصب أكثر مما هو عليه بالوقت الحاضر. نعم، إذن نشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفنا من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري.